فمستر بيتسو موسيماني ايضا من ضمن طلباته للموسم الجديد هو تسويق مجموعه من اللاعبين وعدم تواجدهم مع الفريق في الموسم المقبل، وهم سعد سمير قلب الدفاع، احمد رمضان بيكهام الباك رايت، ومحمد محمود وكريم نيدفيد اللي هو ما شافهمش خالص ويرجعوا من الاصابه، قال لك يعني على الاقل اشوفهم مع حد تاني في وبياخدوا مساحه اكبر للعب في الفترات القادمه. كانت من المفاجات ايضا التي تلقاها النادي الاهلي هي رغبه نادي بيراميدز في الحصول على خدمات اكرم توفيق بالاعاره لمده موسم، بالاعاره لمده موسم او شراء اكرم توفيق. اداره نادي بيراميدز عاوزه تشتري اكرم توفيق اما نهائيا او الاعاره لمده موسم واحد فقط وهو الموسم المقبل، وهو الموسم المقبل. اداره النادي الاهلي بتبحث الطلب، خاصه ان من ضمن طلباتها ايضا التي وصلت لاداره النادي الاهلي استعاره عمار حمدي في الموسم المقبل. ده بياتي في اطار الكلام ايضا اللي قاله النادي الاهلي في رغبته في الحصول على خدمات اللاعب ابراهيم عادل. فيبدو ان هيبقى فيه امور معينه في هذا الصيف باذن الله، ما تعرفش، لكن هم عاوزين اكرم توفيق وعاوزين عمار حمد. اكرم توفيق قال لن يستغنى عنه، لان هو موسيماني قال لك اعملوا اعاره لاحمد رمضان بيكهام، عمار حمدي معار، فهل ابراهيم عادل ايه التوازنات اللي هتحصل، ايه الحسبه اللي هتحصل، ايه الموضوع اللي هيجرى، لكن دخلوا في مفاوضات مباشره في موضوع ان هم عاوزين اكرم توفيق. لايك وشير وصلي على الزين، وادعي لنفسك والوالدين والغير، اوعى تنسى تفعل الخير. طيب يا انكل، انت ليه ما بقتش محايد؟ ليه في انتصارات الاهلي بتكون مبسوط وباين عليك قوي 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 عكس موقفك مع الزمالك؟ يا عم انا محايد والله، هو فين الزمالك؟ الزمالك بيلعب، الزمالك اجازه شهر، ياخدوا سعد سمير بدل ابراهيم عادل. انت مسهرنا هنا الساعه 3:30 في اليابان، جابانيز وورلد، كوكب اليابان، اهلا بيك. انا سافرت اليابان ما عرفتش اكل ولا اشرب فيها. طيب عايزين تعرفوا اللي قاله فضيله الشيخ فيما يخص الكابتن مؤمن زكريا. هو رجل فاضل كاتب على صفحته كلام خطير جدا فيما يخص، اسمه الشيخ محمد قطامش، اهو الشيخ محمد قطامش رجل فاضل، انا دخلت على صفحته وقريت، واضح بشده انه رجل تقي ومحافظ للقران بقراءاته المختلفه والمتنوعه. كاتب ايه الشيخ محمد قطامش فيما يخص مؤمن زكريا؟ مؤمن زكريا العهده عليه وهو رجل حامل لكتاب الله، بس بنقول الكلام ده، وبعدين هو الراجل ما طلبش حاجه، الراجل بيقول لك اعملوا له الرقيه الشرعيه، رجاء النشر الى من يهمه الامر. كل من يعرفني يعلم اني غير مهتم بلعبه كره القدم خاصه المحليه، وان كنت احب ممارسه الرياضه بشكل عام، الا ان اصابت اللاعب مؤمن زكريا لاعب الاهلي المصري بمرض التصلب الجانبي الضموري عام 2020 جعلني ابحث في تاريخ اللاعب وعلاقته مع زملائه والفرق التي لعب بها، ومن خلال مجال تخصصي منذ زمن بالرقية الشرعية من الكتاب والسنة، وجدت إصابات بمثل هذا المرض كان بعضها فيسيولوجي لا كلام فيه إلا للطبيب المختص، وبعضها نتج عن شر بشري، وحسبنا الله ونعم الوكيل، لأن الحالة كان عليها خادم سحر ونطقت باسم الساحر ومن سعى إليه ولما سعى إليه، وكان الشفاء من عند الله. ومن آخر الحالات التي تبدأ